وأخيراً نقدم لكم معلومة في دقيقة والتي أعدتها لنا الزميلة سلام. من الأخطاء الشائعة في اللغة العربية والتي قد يرتكبها المترجمون ومتحدثو اللغة العربية استخدام الفعل يتوجب للتعبير عن الإلزامية والوجوب، والأصح استخدام الفعل يجب لأن يتوجب معناها أكل وجبة واحدة في اليوم والليلة، أما يجب فمعناها ينبغي أو يلزم، فلا نقول يتوجب نقل المريض إلى المستشفى، بل نقول يجب نقل المريض إلى المستشفى. وجدير بالذكر أنه قد تجد في بعض معاجم الإنترنت يتوجب بمعنى الإلزام، وينبغي لك أن تعلم أن هذه المعاجم تجمع اللغة من ألسنة العامة. شكرا سلام على هذه المعلومة الجميلة، والآن نودعكم على أمل أن نلقاكم من جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.